السلام عليكم ورحمة الله الزفلاون، مرحبا بكم. كنت جوزت لكم في حصة سابقة الجزء الأول اللي تاع الحوار اللي جراه معايا صديقي وأخي وزميلي غني مهدي لقناة كانال 22. في الجزء الثاني اليوم راح نجوزه لكم، وين نتكلم فيه على فترة زمنية معينة عشتها أنا وسألني عليها عبد الغني هادي، وتطرقنا إلى عدة مواضيع. وطبعا كل المعلومات اللي كنت نتكلم عليها وكما شفتها في هذا الحوار اللي جريته معاه واللي راح نتبعوه بالضبط، كلها معلومات جايبها من مصادر رفيعة المستوى، ما هيش تاع قهاوي. أنا السيفي ديالي فيه زوج صفحات ومصرح، وعندي ماضي كبير، وأحمد الله داير حتى غني مهدي بقى يتسائل يقول لي منين جات الشجاعة هذه لما نحكي له الشيء اللي صرا مع الناس مازالهم حيين، مسؤولين مازالهم حيين. وكيفاش بدا؟ يكتب لي أنا قوتي استمدها من نزاهتي، لأني نظيف بيض في الحليب، ما يقدرش واحد يسبب لي ترشع. ما نتكلمش على الأنذار والذباب الإلكتروني اللي يسب ويقول لك هذا، تكلمش. أنا لما كتبت لها مافيا دي جينيرو فيها أصحاب القرار واللي كل شيء تحت يديهم ما قدروش يجبدوا لي جرام حاجة ترشع، يقول لي أقدرت هاك دير هاك عمل ريان دي تو خيك بيضكي الحليب. الأولى نفس الشيء، لما حتى جاو زعما في عهد بوخنونة هدايا جابوا هذاك النوغيت على نبقى جال قناة الحياة يقول لهم أنا مين في عيشة معبود ثقيل وش فيه، جاب سو شوميز فيها ورقة، هي ورينا لك الورقة وش فيها، خلينا مين في ثقيل كان لك سو شوميز وش فيها. طبعا اللي كان معاه حب الناشي نص منه رخيص مع رخيص، عيط له قلت له اعطيني حق الرد، ايه وعاد من بعد يتهرب ولا يبكي. والاخر خذا كوتبي على كل حال، اني تحديته قلت له انشر بيس كاميرا قدامك وتقول عندك مين، جيب على الاقل حط الوثيقه وصورها وريني واش عندي واش درت. ابقى راح نفس الكلام يعاود فيه كل جهه. ومن بعد شهور قالوا واش عندك في الملف؟ قال لهم مولوا له مجله باش يلمع صوره بوتفليقه. وي جيب تحديتهم انا، شو تحدي للرجال ماشي للرخاص، من المفروض ما تحداهمش. كان قال اجبد لي ونقول الناس كامل اللي قادر يجبد لي جمله، شي ما قال جمله واحده ذكرت فيها بوتفليقة كي كان رئيس، جملة واحدة يتفضل بها. أنا الكلمة الواحدة اللي قلتها مليح على بوتفليقة قلت بوتفليقة آخر من تبون، هذا صح تبون كيخدم بحزاب عند بوتفليقة. خليكم تشوفوا الجزء الثاني وكان الجزء الثالث للأسبوع القادم، ربي يقدر الخير لبلادنا. وخليكم الآن مع هذا الجزء اللي مثلته ديجا البارح قناة كانال فن. أستاذ هشام عبود مرحبا بك مرة ثانية. مرحبا. أول ضيف نديرو معاه زوج حلقات أندر جراوند وما قدرناش نخلصوا، السيفي تاعك طويل بزاف. أنا خويا عندي سيفي دو دو باج نصر لي متحمل مسؤوليات ملي كنت في الكشافة الإسلامية، وأنا متحمل مسؤوليات. أنا لاج دو سيتون جيتي شيف دو سيزان. الجزء الأول حبسنا في سؤال ديتني طرابك هشام ما حبش تريبوندي لي عليه. لا ما كيفاش حتى وصلت المكتب تاع العربي بالخير؟ انا لحقت الدار وماشي نكتبو داكور، وما تقوليش ما حبيتش. انا ما عندي حتى سؤال يحرجني، ما عنديش تبن في كرشي وخيك بيض كي الحليب داكور. عارف كيفاش عرفت العربي بالخير؟ قلت لك انا اول اللي قام العربي بالخير سيتي لما جاء مدير المخابرات السعوديه، دونك تلاقينا ما نتكلمش على تلاقينا خطره في هذيك الحكايه تاع الطيارات الجبيريه وكذا، مي
تلاقينا ودرنا اجتماع مع السعوديين مع بعض وكذا، وكي كملنا الاجتماع تكروشيت معاه، وكي تكروشيت معاه كان معايا الحاج محمد طاهر عبد السلام، جبدني قال لي هشام شبيك هذا، قال لي هذا قادر قدوة يقول الشاد لي روح تروح ويجيب بنبلة، وهذا اللي حصل تنبلها تنمو لو بونوم. يعني اللي سما زاد كونفيرم عليك باللي الجيش يصنع الرؤساء في بلادنا. الحرب بالخير ما كانش كعسكري، كان لوبي يخدموا هما كحكم تاع الخلف تاع الخفاء، سي لو بوفوار اوكولت. الحرب بالخير سي لو بوفوار اوكولت. Dans le cabinet noir était composé d'officiers qui agissaient dans l'ombre. Donc, المرحلة هشام تاخذ حب خليني نكمل لك كيفاش تلاقيتو تقلب لهم لا توني وتخرج. ايه كي تا فريمون كونفانكو دو ريستي كونتينيي وتزيد تريح مع خلاص. انا عندي دخلت للجيش بقناعات سياسيه، اننا ذاك الوقت في سنوات السبعين قال الجيش متفتح على الواقع الوطني ويساهم في بناء وتشييد الوطن، هذا ليتاج دي ديفيكاسيون ناسيونال. اسكو لقيت هذا الامر يا شيخ؟ فوي عوي لي بريمير زاني طبعا، ولكن بعد نحكي ما حكيت لك كي بدا الانحراف قال ستوب قناعاتي السياسيه ما لقاتش. انا مسيس ما ندخلش للجيش تحت اثنين. الناس اللي شافوا الجزء الاول هشام عابوا عليك هذه القضيه وقال لك بلي راك ترسم منا في عالم نرجسي ومليح نرجسي تاع النرجسية في الناس. لا لا باسكو دائما في كل المحطات هشام عبود كان ويفرض نفسه في إيه؟ اعلى المستويات اللي وين يعني الانسان وين الانسان ما يقدرش يماجيني باللي ضابط كيما انت يتهضر مع جنرال ولا مع كولونيل بهذيك اللهجه. كانوا قادرين سمعت وعندهم صحافه تاعهم صحافه بودورو اللي من بطحه يجبدوا يكتبوا يتكلموا الناس. لما تكلم كان الناس شهود واحد شفيق مصباح كان شاهد عظيمي كان شاهد، كان يا السيودة كان مصفر جلف مزلوحي، احنا لما موحد عبد السلام عبد الطاهر محمد طاهر عبد السلام مزلوحي، الكرونيل علاق مزلوحي. لما ماش تكلم لك على الكلام هذا، لما نقول لك توفيق كات ميركوردي دو سويت كل اربعه يتلاقاني يحاول يقنعني هو مزلوحي قادر يدير وهذا كتبته في لامافيا دي جينيرو، كتبته عندي 20 سنه ما كذبوليش جمله واحده تاع تقول لي انا ما كنتش ان لاربان. سمعت انا على 24 سنه كي دخلت وكنت رئيس تحرير في الخطاب تاع هشام تحن الى تلك الحقبه. طبعا اجمل حقبه في تاريخ الجزائر بالنسبه للجزائريين حقبه بوليسيه. عرفت انت عشتها؟ كنت صغير. كنت صغير دونك ما تكلمش عليها انت ما تعرفهاش. اللي عاشها كنا نروحوا للبحر. انا كنت صغير نروح للبحر نروح كومبي في البحر. اللي كانت البوليسيه الجيش يحكم الجيش عندهم كلش ما كاش عندهم لي شالي عندهم لا ما كاش منها. هشام انا نقول لك كاش تابعين سبحان الله. نجي لك هذوك نحكي لك انا لي بيان فاكون شكون اللي داهم؟ داهم الجيش. لي فيلا شكون اللي داهم؟ داهم الجيش. لا دوك نسمي لك ناس ساكنين لي زودياك شكون اللي داهم؟ الجيش. لا لا شو هذا كلام عمومي ما نقبلش تتكلم في لا لا شفتو هشام لا انت تتكلم بالعموميات. امشي لحيدره احكمهم دار بدار شكون ساكنين حيدره. من ضمن الناس اللي ساكنين حيدره مثلا نعطيك كان صاحبي وخويا وتقريبا عائله طهر وطار. طهر وطار عسكري ما كانش عسكري. نجيب لك نروح لحيدره كان ما كانوش كلهم عسكري. خديني كان عسكري لم يؤسس للبوليس السياسي. لا ما كانش عنده براس البوليس السياسي. شوف ما جيبوا العموميات هذا هما اللي يهلكوا البلاد. عشان درك نتكلم انا نسيب لي ونعطيك بالدليل. لما نقول لك هاشي واش راه صار لما نقول لك كانت اجمل حقبه في تاريخ الجزائر هو انه الجزائر كان طالب كي يدرس يتخرج عنده خدمه، وقبل ما يتخرج عنده بلاصتو. كان كل ولايه فيها منطقه صناعيه. راح تقول لي ما كاش منها، راح تقول لي ما كاش منها. كنا مثلا تكرير البترول تغير الغاز منا كل شيء من الجزائر. تقول لي ما كاش منها. لما نقول لك انه الجزائر كانت تصنع سواء في الصناعه تاع النسيج كانت ما شاء الله. تحب درك نجبد لك اعطيني التليفون تاعي نجبد لك
رسالة بعثها لي واحد من اللي ما تكلمت عليها، لكن ما تكلمت على سوني تاكس، حكى لي قال لي واش كانت في سوني تاكس. المواطن الجزائري كان لازم له اوتوريزاسيون باش يخرج من الجزائر. بيان سور. ماذا بيا انا نخرج بافيك اوتوريزاسيون ولا نحرق في البحر ولا نخرج ونبقى نطلب كما دارها الشادي نهار اللي طلق البيبان، ولاو الجزائريين يطلبوا تحت القيمه تاع الجزائري وتحت قيمه الباسبور الجزائري. نعم باش تقول لي انت تحن لهذيك الحقبه، بيان سور مليح الحقبه اللي الناس تموت في البحر، مليح الحقبه اللي الناس تقتل في بعضها، مليح الحقبه اللي يحكموا ويجيب لك جنرال كان دي كابيتان كان دي ليوتنون كي يقتل مواطن خارج الكازان نعطيه 25 مليون وداخل الكازان نعطيه 15 مليون، يقتل مواطن كتف تعجبك هذه انت؟ انا نتكلمك على حقبه اللي كان العسكري الجزائري ولد الشعب تاع خدمه وطنيه. خليني نكمل تاع خدمه وطنيه يخرج ما يقتلش الشعب المواطن. العسكري الجزائري كان يداوي كان يبني. شكون اللي وصلنا لهذه الجامعة؟ شكون اللي وصلك؟ شكون اللي وصل الحقبه اللي بنات؟ الناس اللي جاوا كسروا كل ما انجز في سنوات السبعين. نعم هذو هما. من اي رحم خرجوا؟ من اي رحم خرجوا؟ لا ماشي لا كانوا نكره هذوك في ذاك الوقت كانوا نكره. شو كان يسمع بن نزار في السبعينيات؟ كان ضابط. شكون كيما تكون ضابط؟ كانت عنده مسؤوليه نزار؟ كانت عنده مسؤوليه؟ كان رجل نافذ؟ العربي بالخير كانت كان مدير تاع مدرسه تاع الاخر. هذا باركور هذا. لا ما تقول شوف هذا مسار اللي يحب يخلط الناس اللي حابين يجعلوا انه استقلال الجزائر خطا هذوك هما اعداء الجزائر نقولها. وعلاش تحب تجي تقول لي باللي الفاريبان ديو الاستقلال الفاريبان ديو الاستقلال كاين فرق. لا يا اخي الاستقلال ديناه عن جداره وبنينا وبينا فيه وان الجزائر كانت في الامم كاش كانت لا شك في ذلك هشام. كاين فرق كان عندك كاين فرق بين تقول لي دينا الاستقلال كما تخليش نكمل الرد على الجواب بعد تقول لي لا انت ما حبيتش ترد كيفاش عرفت الاسئله تاع المشاهد. خليني نكمل من بعد اعطي الاسئله تاع المشاهد. كاين فرق بين شوف تي اون تران دو بيزي لونتروتيان والله العظيم. تفضل ما تخلينيش نكمل تقول ما حبيتش تجاوب كيفاش عرفت عبد بالخير. تفضل انا نجاوبك من بعد اعطي الاسئله تاع الاخر سوا ميثوديك دونك تي كيستيون سوا ميثوديك. كاين فرق هشام انك تقول لي الاستقلال تاعنا مستحق بيان سور. واحد يجي ليك يقول لك بلي الاستقلال تاعنا بدا بيجي. لا ما بداش بيجي. خليني نكمل نجاوب تاع العربي بالخير وما باش تقوليش راك ما حبيتش تجاوب. لا ما تزيدش تعاودها هذه ما حبيتش تجاوب. انا بيض كي الحليب واللي عنده حاجه يجي بالادله انا نتكلم. تفضل. واللي يجيب ادله لا باش تكتب لا مافيا دي جينيرو ما قدرش يكذبوا لي جمله واحده. دوك نلحقوا ليه لا مافيا دي جينيرو هشام. نلحقوا ليه لا قدرنا نلحقوا ماذا بيا انا. الو بون العربي بالخير قلنا كان اول لقاء تكروشيت معاه سيتي تاع العربي كي قلت تروشت معاه باش هو بدا يهضر شي شي وانا نغنم انا هكذا نبدايا. النهار اللي خرجت من الجيش واسست يوميه الاصيل في جانفي 93 درت ملف حول ذكرى تاع جانفي 92 ما كانش صحف اللي دارتها الصحيفه الوحيده اللي دارتها من ضمن في الملف كتبنا على الخديري على العبد بالخير على الشادي على الناس كامل الموضوع اللي تندار على العبد بالخير انا كتبته فالعربي بالخير لما قراه سي نورمال يزعف كاع يزعفوا كاع يزعفوا انا ما نكتبش باش نرضي انا نكتب باش نزعف ما نكتبش باش نرضي. طلعت للجزائر تلاقيت مع صديق كان مدير الموجه الاسبوعي هو من جهه مسيله قعدنا نقصرو سي بعد عيد صغير ونقصرو قال لي والعرب بالخير هضر معايا وكذا وراه زعفان على الشيء اللي كتبته في الاصيل. قلت له يزعف على روحه لا عنده شي يقول يجي نعطي له حق الرد يرد ما عنديش تاعنا. قال لي ولا قلت له قلت له نقابلو قال لي تقابلو قلت بيان سور انا مانيش من اللي يطير ويهرب ما تعلمتش نطير نضرب نضرب ونهرب لا نضرب ونجي قابلك قبل ما نضرب قلت لك اني راح نضربك وجد روحك. هز التليفون عيط له على سي العربي واش راك لاباس كذا لاباس قالوا له معايا هشام ومنا ايه
هذا قالوا جوزه لي، انا درت مع الدخله قال لي واش هاد لاطارتين اللي درت؟ قلت له حبس سير عربي، تقول واش لاطارتين اللي درت؟ نقول لك واش من الخرية اللي درت في الجزائر ديريكت. قال لك قلت له قلت هذا بهذه اللغه رد لك بهذه اللغه، قلنا هذه اللغه هذه محددين على ميوريخ مازال له حي، مازال له حي. في مؤتمر حزب التحرير في جوان 80 جاي ينطق عطيتو الحس سير بلاس، ما قلتوش قال لي كيفاش تقول لي؟ قلت له يقول لك هكذا ترفد صوتك نرفد صوتي هكاش هضر شوي كومس، هو مازال له حي. من اين تستمد هذا الشجاعه هشام باش تهضر معاه في سي يقدر يقتلك؟ ورثها على بابا. بس يقدر يقتلك؟ ورثها على بابا، راني نقول لك بابا رباني راجل بالكلام هذا. قلت له بتشين اللي كان رئيس الجهاز، قلت انا جو سوي لوم بيرسون، كي نحب في الصباح ندير براي، نهار اللي ما اقتنعش بيك يقول لك ما اقتنعش بيك بقى على خير، سوي كوم سا. لانه الراجل يشوف الرجال، واحد اللي ما عندوش هذه الشجاعه ما يستغرب يقول لك انا خطره جاني واحد كي درت مون جورنال قال لي علم من راك متكي، قلت واحد الكلمه ما نعاودهاش. هشام انا عندي سؤال. خليه يكمل لك هذه تاع العربيه بالخير. تفضل. داكور كي شرحت لك اش عرفتو. فوالا باش ما تقطعش. المهم هذا قلت له حابس قال لي لا ماشي قزي، قلت له لا. ابدا وانا ماشي وانا غدا، قلت له شي سرعه بغيت تحب دير ان دروا دي ريبونس، مدك دروا دي ريبونس تحب الاخر. قال لي اروح نتلاقاو ونقصروا، قلت له ما حتى شكون نجي ليك. فهمنا بالخميس رحنا مع صديقي هذاك اللي كان مدير المجال الاسبوعي، دخلنا للدار قعدنا دارو في دارو ايه، حطنا لاتاي البقلاوه تشارك يحط حرك الكاس تاع لاتاي تفضل، وبدنا نحكيو هذاك ومازالوا على قيد الحياه. هذاك اول عهدك به؟ اول لقاء انتيم. اول لقاء نتكلموا احكي هاي البلاد كيفاش هاي كيفاش هاي كيفاش، هو في هذا كان روتريتي. انا قلت له ذا ريجيم مافيو يا سي العربي اللي راهو يحكم. قال لي وي. قلت له انت هو لو بارا. قال لي كاسكي تفي دير سا، قلت له كاسكي تفي دير سا سي دي في. يا ما هم هو في هذه اللي واحد يعترف له عنده رحابة صدر، نهار اللي مات كتبتها قلت عنده رحابة صدر ولا صدر. واحد يتقبل الشيء اللي يقول. والله ماكيافيليك إلا أكسبت ومن بعد إل سوفونج. ماهوش كي الآخرين، ماهوش كي الآخرين، المهم قل له واش حبيت، عنده حاجة العربي بالخير تجي داخل عنده باش تقتلو رافد كابوس يقول لك زوج كلمات، خليته يهضر زوج كلمات تقول له تفضل اسمح لي هكذا. إلا سيت كاباسيتي. غير انا نكمل لك هذه ونجي نجبد لك حكايه اخرى معاه. قال لك جبت له وجبدنا منهم البروسي تاع بلوصيف. اعطيته الادله قلت له انت هو كلش. اعطيته بالدليل. المهم طاف 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 كملنا كي خرجنا ذاك صحيبي. او ما اكيد حيشوف يهضروا عليها كان مدير المجال الاسبوعي في 92 93. قال لي يا خويا لا تهضر هكذا ما نزيدش نجي معاك. ماشي مشكل نفس الشيء صرا لي مع الهادي خديري، وكان ذاك في الهادي خديري كان عبد القادر حاليشان كان راهو مازالوا على قيد الحياه، راهو صحفي وكان راني نكذب يكذبني يبعث لك نقول له ابعث قول بلي لا ما كاش منها. طلعت للجزائر يقول لي يا ولدي راهو الهادي خديري زعف وغادوا الحال المقال اللي نزل في الاصيل. قلت له قول له يجي عنده حق الرد. طيب ذا قال لي يتلاقى يستقبلنا عنده. قلت له روح انا عنده للدار ما نتخباش، انا مانيش خواف. بابا علمني ما نخافش، هو بابا ما كنتش نخاف، خاف غير واحد برك، واحد اللي ما نشوفوش ونركع له ونسجدو باسكو ما نشوفوش ما نعرفوش كيفاش داير، الوحيد من الباقي ما نخافش. بابا نحترمه يقول لي ما تخافنيش احترمني رباني على هذه. سمعت. المهم راح عند خديري نفس الشيء. خديري يهضر يقول لي شاك بوليسي كي مور سي اون بارتي دو موا كي مور، مازال عبد القادر حاليشان على قيد الحياه وكان حاضر معايا في اللقاء. قلت له يا سي الهادي لو كان كل بوليسي كي مور جزء منك ما راك انتهيت، راك في القبر. زدنا الحق قلت له سي الهادي يقول لك حاجه تحب تحل المشاكل تاع الجزائر. قلت له اروح انت وعشرة من اللي معاك نديروا لكم محاكمه في ساحه الشهداء
ويتحلوا مشاكل الجزائر. هذا كلام اللي قلته له ديمنا هضروا قدامنا قلتوا سيل هذه تنارينا فار مع شاب ما عندك حتى علاقه بالشاب، شنو انت الصالون ديالك نلعبوا فيه ماتش تاع فوتبال وش ما عندوش وين يرقد هاينيك. لا لما نلتقي انا مسؤولين ما نتكلمش ماشي كيما اخرين، وهذه صح انك تستغرب تقول لي كيفاش هذا الشجاع، انا كي نتلاقى مسؤول ما عنديش. احمد طالب البراهيمي نحترمه ونحبه وكذا، ولكن في دارو كي نقعدوا راه عنده نتكلموا على النظام وكذا. قلت له يا دكتور انا ملومش العسكر هذو ما مش داك جاوا العسكر تاع الصحيح حكموا تاع، قلت انا ملومهمش، انا نلوم المثقفين اللي خدموهم وخلوهم يكونوا لها. قال لي صح، قلت انت واحد منهم، قلت انت واحد منهم، شوف الحيط ديالك كله رفوف تاع كتب، شحال مثقف كله لا انت خدمته مع العسكر. قال لي لا بوم دي سيتي اوتر شوز بوم دي سيتي، قلت له خلينا بوم دين الى فيليطوف وش هاد لي. قال لي او على مازال وحي سي احمد طالب ما تكلمنيش على الناس ماتوا، نهضر على الناس حيين داكور. قال لي شاد لي برمي موندا كان يسمع، ولكن بعد دوزيام موندا اللي بدا يدور وكذا ومنا دونك نهضر له واش عندي نقول خلوله، وهو من بعد دافع على روحه. بعدين عندما وليت تزور عدة مرات العربي بالخير هشام فولت دوفوني بريسك انتيم دونك الوغ لا تقول لي انتيم لا ماشي انتيم يعني وليت لا لا شوف العربي بالخير ما استفدت منه لا من سكنة ولا من دراهم ولا من والو. العربي بالخير انا كي نحب معلومات انا باش عرفت لو سيستيم كومون كي فونكسيون وقدرت نكتب لا مافيا دي جينيرو كنت نروح ونحكي معاه كصحفي في هذيك لا بيريود. الصحفي اللي عنده في امكانيه انه يحترموه يفرض الاحترام، المسؤولون لما يقعد يحكي معاهم يشرحوا له كيفاش الاخر شيء لك العياط الله يرحمه لما كان في الجهاز يحترمني كذا منا خدام هذه النهار اللي خرج نمشي عنده للدار ونقول له يا سي لك حال مون جينيرال كيفاش هذاك فلان وصل المنصب، كيفاش هذاك كيفاش مشكلين لي كلون توفيق لو رول تاعو وين جا في لو دي كلون في لاكير دي كلون. هذا عرفت انا السيستيم كي خرجت كصحفي. قاسم مرباح الله يرحمه نفس الشيء، احكي لي كيفاش توفيق وصل المنصب هذا لانه كان تحت اوامرك، يحكي لي كيفاش كيفاش كانت تخدم لايسان في وقتك. حتى ما نخدمش من القهاوي ولا ما نقدر نمشي لاسوس بور موا سيتي دي سورس دي سورس امبورتونت كي مو ريسبكتي اللي يحترموني في هذيك. وهذا بالنسبه لي انا حاجه كبيره بيان سور سمعت، ماشي لانه كاين صحفي اللي لما يتعرف على مسؤول يقعد يشيط له وينبطح له، وكاين صحفي لما يتعرف على مسؤول ياخذ منه المعلومات اللازمه باحترام. خلال هذيك الجلسات هشام هل اعطاك الانطباع باللي il n'était plus à la retraite mais toujours en fonction il avait toujours le pouvoir il y avait la cinquième colonne qui était là et وش اعطاك الانطباع؟ انا قلت له انت يا راك مازالك مسؤول وهذه في حق قضيه حمراء وحبيب شوقي راه مازال حي، انا اعطيك الناس حيين ما نحكيلكش بالكلام الفارغ. حمراوي حبيب شوقي كان خرج مقال في المساء يتكلموا على دي مافيو ايطاليان حكموا باسبور ديبلوماتيك الجيريان، وفي المساء حطوا بلي العربي بالخير هو اللي اعطاهم هذه الجوازات لما كان اون فونكسيون. طبعا المساء تبع لوزاره الاعلام، العربي راح ديريكت حرش الفوق باش يقربوا حمراوي يحب. رحت عنده البيرو حمراوي سبتو راجل منهار، قلت له ولدي ديميسيوني مش قال لي نفكر في ديميسيون وقدام وكان اني اصغر وزير تاع ذاك الوقت حمراوي يحب شوقي. قلت له منين هذا العربي بالخير؟ هذا التليفون من البيرو ديالي. عيطت العربي قلت له سي العربي نجي نشوفك العشيه. قال لي ايه روح مرحبا. رحت قلت له باش كي يقول لك يا سي العربي بلي انت هو لو بوفوار اوكولت ما تقوليش لا. قلت له راه وزير انت فلانوتري حاب تنحيه حكومة مبين لا 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 حكومة بلاد عبد السلام بلاد عبد السلام آه.
قلت له هاك 93 قلت له هاك تبين باللي انت راك هو البوفار اوكولت. وكنت نقولها له مثلا كي نهضروا على الشادلي نقولوا الشادلي ما كانش يحكم. كنت انت يا تحكم يقول لي لا يا اخي تكوني لا اونتي دو سامدي سوا سامدي دو سامدي ماتا. وي كاينه من لا اونتي دو سامدي ماتا بصح. وعلاش لا اونتي دو سامدي ماتا؟ باسكو الشادلي يجوز من الاربعاء العشيه والخميس والجمعه الويكاند 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 بين يدين نسابو ونسابو يدبروا عليه. وكي يدخل نهار السبت يبدا ليكيدي يبدا ياخذ لي ديسيزيون والناس كامل الحاكمه كروشها. قلت له وي بصح ابارتير دو سامدي ميدي انت تعاود تحكم المان تجري الكارتا. هذا هو لا تولي انت هو لو بوفوار انت هو لو شاف دو ليتا اوكولت. كي ابوسي انا هذا الكلام نقوله له في وجهه في داره واحد ما يتجرا يديرها. شكون اللي ضغط على شادلي بن جديد باش يستقيل؟ ما ضغطش ضربوه تقول انت ضغط ما حبيش نستعمل هذيك لا نقولوا الواقع حكموه من هنايا لزوا العماري مع نزار لزوا ضربوا العماري قالوا ديميسيوني وبتشين والعربي بالخير؟ لا اطون تقدرش تحط بتشين مع العربي بالخير باسكو ما كانوش متلاقين وبتشين كان برا كانوا حاولوا ما كان نحاوه بتشين بتشين اكتوبر 90 خلاص طبقوه ولعبوا له اللعبه فاني حكيت كاع لي ليستوار ديالو كيفاش نحاوه. ما تجيبش العرب بالخير مع بتشين لا كانوا اعداء. بتشين نستعرف له بحاجه سمعت راهو مازال له حي سيد يا اخي ما كاش واحد فضحه وخرج له ضد كيمانه وفي الجزائر وفي الجزائر داكور في الجزائر ماشي قالنا ولكن نعرفوا بحاجه اللي تي لو سول اوفيسي تاع لايلان ضابط جيش التحرير اللي كان يحارب في عسكر فرنسا لو سول كان خارج لهم قيره وخرجوا له تحاموا عليه داير هما نحاوه لما كان مدير جهاز الامن وزادوا نحاوه لما كان مستشار تاع وزير مستشار تاع الزروال لانه كان بفور كولت فور ما قدرش عليهم لانه وهذه السي احمد طالبه ومازال لوحي لما حكينا على عسكر فرنسا وجيش التحرير يقول لي عسكر فرنسا في منه يقول لي او مازال لوحي يعني نحطها في فمه ما قدرش نحط كلام لينا يقول لي عسكر فرنسا كي يدخلوا عند شادلي يقول لي يضرب له التحيه ويبقى واقف يسنحت يقول له شادلي اقعد يعطوا له هذاك الانطباع بلي راهو رئيس. وهذا الكلام زاد اكده لي العربي بالخير في حادثه زوج بغال على الحدود الجزائريه المغربيه في اللقاء تاع الشادلي وحسن الثاني. انا نعطيك معلومات واحد ما يمدهم لا لا هذه كونفيرماها انا ما رانيش جاي من قهاوي كونفيرماها زوج صفحات سي محمد اعرف انا في الحادثه هذيك العربي بالخير يقول لي انا اللي تحملت المسؤوليه وقلت للرئيس قلت له مسيو البريزيدون ميتي مو اوزاري شويه ميليتير ديرني في الحبس في التوقيف انا راني عسكري ويوقف الاستعداد العربي بالخير بصح يوقف الاستعداد للشادي من بعد يخرج يدير التير هذاك العربي بالخير نزار وكلهم. دونك نكمل الكلام تاع احمد طالب يقول لي بينما الضباط تاع جيش التحرير قال لي كيدخل عند الشادي قال لي ما يتحي له ما والو يجي تركز ديريكت على الفوطي يرمي يدو البيرو يرفد السيجار يشعل السيجار واش السي شادلي واش كذا يردو والو. دونك الشادلي ماذا به يخدم على الاخرين وها هو اللي قواهم لان يعطوا هذاك الانطباع انه الفوطي ديالك يزريط بزاف. بصح انا الفكره اللي كانت عندي سامحنا هشام كنا نجيبوا له الزيت الفكره اللي كانت عندي هو انه كان يخليهم واقفين لاهانتهم. ابدا ابدا ما يخليهمش واقفين قول له تفضل. شوف نعطيك مثلا نهار يتنحى باللوصيف الله يرحمه. وعلاش تنحى باللوصيف في 86؟ لانه باللوصيف ثاني حتى هو كان يحارب في عسكر فرنسا والمشكل تاع قدماء جيش التحرير كيحاربوا جماعه تاع فرنسا يحاربوهم فرادى انديفيديوالمون ما همش دايرين تكتل ان كلون الاخرين دايرين كلون. ولو كان تدخل درك في لي ديتاي ما تفراش نعطيك تاع لا 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 لما
كان داروا اجتماع تاع قيادة أركان الجيش في عين نعجة، جا الشاذلي وجمال العربي بالخير كان مدير ديوان، وسي مصطفى الله يرحمه كان قائد أركان. لما جاو باش يدخلوا القاعة شاف العربي بالخير داخل، جا ليه بالوصيف قالوا وين رايح سي العربي؟ قالوا الاجتماع. قالوا لا، قالوا هذا اجتماع تاع أركان الجيش ما عندك حتى علاقة بالموضوع، ما تدخلش. هكذا كانوا حرب، كانت بكريكة كونغيرا باينة مثلا بالنيلس كي دابز مع بلوسيف، الزوج تاع جيش التحرير يدابزوا في بعضهم، واحد أمين عام واحد قائد أركان يدابزوا في بعضهم، بتشين مع حمروش زوج تاع جيش التحرير، شكاش ضربوا في بعضهم؟ الآخرين جام يسيبهم يضربوا مع بعضهم. دونك راح العرب الأخير سكيمي عند بلوس عند الشادي، قالوا أني ما نحضرش الاجتماع. قالوا أليس؟ قالوا سي مصطفى ما بغاش. قالوا ريح ريح. دخل الشاذلي قعد، قال من راح سي العربي؟ بلوصيف كان جبو قال له هذا اجتماع تاع قيادة الأركان، سي العربي ما عندوش علاش يحضر. شاف معانا قال له قل سي العربي يدخل. دخل العربي بالخير، كان جنبو شلوفي قالوا جبد له لا ديروا بس قعد جنبو. ما دام انا هنا انت تحضر، كاش يقويهم تقديهينهم كاش يقويهم. من غدوه لاسباب صحيه احاله اللواء مصطفى بلوصيف على التقاعد، كي دار لا باساسيون دو كونسين ودار الاستماع الوداع وكان حاضر بالهوشات، ذكرون قال بالهوشات اي امانة في عنقك ودا وجيش التحرير وهذه، هذاك الوقت فكر بلي لازم يكونوا مع بعض. قال لهم الناس يخدموا معاه الضباط يخدموا معاه، من ضمنهم كان مسعود عظيمي، كان ذاك الوقت نقيب خو احمد عظيمي راهو درك محامي، كان ستاف تاع بلوصيف. قال لهم كان شفيق مصباح كان الروجي رضوان، قال لهم يقولوا اني مريضك شوفوا فيها بصحتي، يقولوا علي يا راني جهوي، انت يا منين؟ انا من العلمة. انت منين؟ من عين صفرة. انت منين؟ من وهرة. انت منين؟ من عنابة. قال لهم شوفوا راكم كل جهة. دونك الناس فهموا سيتي لا في حكاية العربي بالخير معانا، لانه لما يكونوا زوج تاع جيش التحرير ما يتفهموش، شاد اللي عنده حاجة كاش يفصل كله يعطي له منصب. اما لما وقت جيش التحرير ما يتفاهمش مع عسكر فرنسا يضبط جيش التحرير يجيبوه برا. وزين نعطي لك ثانيه، بتشين مثلا، بتشين يجيو ليه يقولوا له فو بوسي لو شيف دو ليتا شوازير انتر سون شيف دو غوفرنمون اي سون شيف دي سيرفيس. او مازال لوحي سي محمد بتشين كان هضر فيها لوحي. بون يبداو في حمروش كدا حمروش كدا، ومن بعد اوب يعمروها عليه، يعمروا حمروش على بتشين، يعودوا يضربوا في بعضهم. ومن بعد تكلم الحاله، كلمة يقول له قول الرئيس يلزمك كدا لحقو. قال له تي لو مناس دو ديميسيون. راه مازال لو حي نحكي لا ديميسيون تاع بتشين وكتبتها كيفاش ديميسيون، باش تقول لي انت يحبي هينهم كون ما تعرفوش اش كاين. بتشين يكتب لا ديميسيون ديالو، يروح يمدها للعربي بالخير. العربي بالخير يلعبها زعما تاع لا 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 سي محمد وعلاش وهادي وكيفاش ومنا ولا، هما خادمينها في بعضهم خدموها له. قالوا سي ايريفوكابل، مدها للبريزيدون. نو 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 حطوا ولصقها للبريزيدون، عطاها له العشيه. من غدوة 9 تاع الصباح نعطيك بالتوقيت على حسب ما قاله لي سي محمد بتشين، يعيط له نزار الو سي محمد صباح الخير واش اللي كاين؟ قال واش اللي كاين؟ قال له الرئيس قال لي نعطيك كوارتك. روح لا روتريت. قال جي ديميسيون دي مون بوست، جي با ديميسيون، جي با دوموندي ما راديياسيون. كان عنده 55 سنه بتشين في هذيك. اسمع سي محمد عنده 55 سنة،
زيدون 38 احسب له 38 وقلنا با دار 55 90 53 كان صغير الراجل اعطوا له روح تروح للدار شو كيفاش كانت تقول لي كان هو باش ينمو ما يلعبوها له تاع يجي يضربوا التحيه قراز كذا منا اوب انا سي محمد دونك العربي بالخير انا كنت تهضر معاه ناخذ منه معلومات اللي نبغي باش قدرت نفهم السيستم وكتبت لا مافيا دي جينيرو ماشي بالكلام تاع عموميه الجزائر ما كانتش مليحه كان اوتوريزاسيون سورتي الجزائر كانت هك لا نعطيك بالدليل ونعطيك بالديتاي هذا اللي نعطيك هشام عندما نسمع الخطاب تاعك ونشوف المسار تاعك تويتي بارمي ان سيركل ريستران تاع لا هوت سفير دي ديسيدور لا بتعطيني قيمة أكثر من لا لا لا, لا لا ما عندي كنت أنا وقتاش عرفتهم هذوما كي خرجت من الأرمي باش عرفتهم قوم جورناليست بس من بعد أما في لما كنت رئيس تحرير تاعك خلاوك تدخل لهذا لاسفير كاين أكوان كاينين دوكا هشام خليني نكمل سؤال هشام كاينين ناس ما عندهمش الباك ولا ولات جوسكا بريزون كاينين ناس إعلاميين ولو مينيستر ولو دي زومباسادور ولو شي تاول تمنح فوالا دونك هشام عبود كان قادر يولي مسؤول كبير عرضوا عليا يعني. في هذا العروض جاتني كنت قادر نكون وزير قادر نكون اللي بغيت انا لحقته في قريوشن بوست تحب تروح قال خلاص خلاص انا كل حاجه درتها بذراعي لما كنت رئيس تحرير مجلس الجيش ما كنتش انا نجتمع لكن نقول لك انا حضرت زوج اجتماعات مع الشاذلي ككل رؤساء التحرير تاع الصحف الجزائرية سواء مجلة الجزائرية أو مجلة الأرض والفلاح أو مجلة الشعب أو أكثر جريدة أكتواليتي كل رؤساء التحرير ومديري الصحف حضرنا الاجتماع هذاك هما ما هدروش على الاجتماع أنا هدرت من بعد الاجتماع الثاني كيف كيف أنا مثلا كنت نرفض نخرج في زيارات الشاذلي للخارج نرفض نخرج لماذا؟ باسكو ما نقدرش نشوفو ولا نبقى في هذاك ما يعجبنيش الميليو هذاك خطره في الست اون سورتي سمعت في الست اون سورتي رايحين لا بلغاري ومنها نروحو لا تشيكي جيت الصباح وين هي الحاجة اللي ما تعجبكش شنو نحبش نكون في الميليو هذاك تاع قال في الشتاء وكذا وسيدي راسي نهدر دونك ندير مشاكل الفو ميو ما نقربش لو سيركل هذاك حتى هو ما نبغيش نخرج لميسيون طونك جو مي باش نخرج انايا باش نغطي زياره تاع الشاذلي في بلغاريا باش نكتب انه زارو كذا زارو كذا بور موا سي با دو جورناليزم ما نديرهاش دونك ما نخرجش ناخذ اختراع كان رايح لبلغاريا ومن رايح من في المجر ولا التشيكي جيت الصباح قال لي شمعت عيطوا من وزارة الدفاع انا مدينا اسمك باش تروح وين؟ قال صوفيا مع الرئيس او مازال عبد العزيز فوحل مازال له حي كان رئيس تحرير مجلس الجيش بالعربية ثم نروحش نروحوا لمرحلة أليمة في تاريخ الجزائر الحديث استقالة شاذلي إيقاف المسار الانتخابي الإتيان بمحمد بوضياف رحمة الله عليه وقتله في عنابة في دار الثقافة ما هي قناعة هشام عبود في هذه القضية شكون اللي قتل محمد بوضياف ما نقولكش فلان فلتان هذا الجهة دي. أنا كتبت 20 صفحة في المافيا دي جينيرو أعطيت كل القرائن اللي تأدي شكون قتلوا أعطيت كل القرائن وفي الأعداد الأولى تاع يومية الأصيل مازال تسيب لي زارشيف سي بون في ولاية قسنطينة تسيب لي زارشيف تاعنا ومازال عندي الارتيكل انا احتفظ به لي نون دي دو لا كوميسيون بوشعيب لما لا كوميسيون بوشعيب زعما دار التحقيق يخلصوا الى انه عمل فردي قال من نيات ديرس هو اللي كان موراه وانه جماعه هما هاو كيفاش تم التخطيط شكون هاد الجماعه هشام؟ تقول ليش ما نعرفهمش هشام؟ انا نقول لك ما نعرفهمش مي سافا با نو انا نسميهم بالاسم تقول لي انت لا نعرفهمش توفيق نزار اسماعيل شكون اللي كان في حاكم لابوليس ذاك الوقت
المهم من المخاخ سي توفيق نزار اسماعيل هادو ثلاثه اللي كانوا والعربي بالخير باتشيني ما كانش في القضيه باتشيني كان في الروترات باتشيني لوندو ما تلاقيته في قسنطينه واش قال لك قال لي على بلاصه توفيق جو متيغي اون بال دون لا تيت هذا كلام صحيح السيناريو ما عجبوش ماشي السيناريو ما عجبوش لانه عيب انه رئيس جهاز مخابرات يكون يخطط لاغتيال رئيس شي سيناريو ما عجبوش بتشين كاف لارو تريت ناري نافوار مع الاخر كيف انا بتشين انا قلت ما كاش واحد فضحه قبلي ما كاش واحد ضربه قبلي لي اوفيسي سوبيريور نو سون جامي على روتريت لا لا كاين سون على روتريت هادشي نحي عليك هذه الفكره انك لما تعرف ان اوفيسي سوبيريور كي تاع لا روتريت مثلا كيما قلت لك على العربي بالخير Parce que c'est l'homme du pouvoir occulte, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été à la retraite. Ce qui était l'homme là. L'arbi Belkhir, mathalan, nahar li jaw, inhiw, Abbas Ghzeyl, m'dark l'watani. Il n'a pas des faits. 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 Il n'a رحت عند العربي بالاخير قلت له السي العربي واش حكيت اقاله ابن عباس غزير ومن بعد عاودوا داروا فيها قال لي والله علمي علمك قال انا خبروني قالوا لي بلي راهو راح ينحوه وبا بلوس قلت له علاش يخبروك ما خبروك سي باش تدخل انا هكذا نهضر له ماشي تاع وي وي ماشي وي مون جينيرال خاطيني مانيش درك اللي عنده هذه العقليه تاع وي وي يستغرب يقول لك هشام يهضر هكذا وي باسكو انت ما تقدرش تخمم هاك انا هكذا مدينا وليد باب الواد وشاوي وطحت في نص هاد المافيا ما نقدرش نبط عليهم تربيت على الرجله تربيت على الرفو تربيت على التروفيز هذا هو اللي يخلي درك واحد اللي ما عندوش ثقافه تاع يعني تاع رجله وتاع تصنطيح تاع هكذا سي نورمال يستغرب واحد اللي مربي على الذل سي نورمال يستغرب واحد اللي مربي على الباطاح لا جينيراسيون تاعي اللي ما فهمتش كيفاش جماعه جابوا سيد كان منفي في المغرب 30 سنه جابوه وبو سي موا داروا عليه وقتلوه وعلاه تجيبوا اصلا شوف الور خلينا نعطينا شويه نكسبليكيو هذا تاع بوفياف هي من الموت تاع بومدين ولما داروا الكونكلاف يقدك عليه تاع لوديتا باش جاو تلموا جماعه تاع حزب فرنسا وداروا شادلي داروا هو الركيزه ديالهم وطلعوه حطوه في الرئاسه وبداو يستوليو على دواليب الحكم شوية بشوية كان فيها حاجة يلزم اللي يجيبوه يكون ما يعرفه له في السياسة وما عندوش مستوى ثقافي ما عنده والو هذه من جابها جابنا عند فرنسا هذو عسكر فرنسا هذو جابنا عند فرنسا مانيبيولابل كما يقول نزار مانيبيولابل با مالي مانيبيولابل هذه الكلمة قالها لي سيلك حل الله يرحمه نهار اللي تعين ها شو ندخل هضره في هضره نهار اللي تعين زروال وزير دفاع جاني الخبر الاول اللي عطاني الخبر محمد جباري كان والي في سطيف قالت لي قال لا واش كان واش كذا هو عجبو الحال انه زروال شاوي دونك من نفس المنطقه هو استفاد انا ما استفادش ما استفدتش من زروال انا شاوي بورتون من نفس المنطقه انا في عهد زروال اللي خرجت رحت للمنفى في عهد زروال رحت للمنفى لاني يعني ما عنديش لا جهويه لا عمار بوزوار انا عيطت لبتشين قلت ما انا واش سمعت كاينه منها قال لي ما على باليش هو صاحبه ما حبش يمد لي الخبر هو على باله ما حبش شغله عيطت لقزي مرباح انا وين جو فيريفي مون انفورماسيون جو فيريفي با لانفورماسيون في القهاويه سي محمد عيطت لمرباح مون كولونيل واش قدا نقص قال لي لا ما على باليش قال لي سا مارونج لو كان يجي انا اخر مره تلاقيته في لو سالون دو شيفال في باريكا في باريكا نعيط لك حل قال لي ما على باليش مي جفي مرونسيني قال لي عطي لي وقت نخرج ضرب دوره خرج ضرب دوره تاك تاك عاود جات ساعه تاع الليل عيط لي قول لي وي
كاينة منها. من هذا الإعلامي الذي يصبح الجنرال والكولونيل يعطوا المعلومة؟ اللي عنده مصداقية، اللي يفرض الاحترام، اللي ما يتملقش، اللي ما يتملحش، اللي ما يطلبش المقابل. ما يروندي لهم أوكن هذا هو. شو روندي له سيرفيس؟ هاك تشوف أنت العربي بالخير. أولي إكسبليكير خدا، نزار خدا، توف إسماعيل خذ كان يقولي شويتون فراريني. بلوتا خذاو، بس في الوقت هذاك درت لهم والو هشام كي تقول لي دون لا بوش. اعطيني مثلا. ما نعطيكش انا تاش تقول لي. كومو تو لي زامي دون لا بوش، كيفاش هشام عبود يس تليفون يعيط مع الكولونيل ويقول له اعطيني لا فورماسيون. اي نعم. سي با نورمال في الجزائر. لا لاني محترم، سي با نورمال واحد اللي ماهوش محترم. الواحد اللي يعرف اللي لما يدوموند اون انفورماسيون باش يبزنس بها، انا ماشي باش نبزنس بها، داكور؟ اللي يطلب اون انفورماسيون اللي يعرف يحترم لما يقول لي هذه خليها عليك. خليها ليا وعلاش ما ننشرهاش؟ باسكو نعتبرها احدى المعطيات اللي تسمح لي باش نعمل تحليل. لما انا مثلا مشيت عملت حوار مع قاسم رباح على 19 جوان 65 قال احكي لي 19 جوان كيف صرا، ويحكي لي كاين حوايج يقول لي هذه خليها ليك. ما انا نخليها ليا باسكو ناخذها كمعلومه اللي معطي للتحليل. ما عندي ما ندير بها كي نمدها. دونك يحترموني على هذا الاساس. اما اللي يمشي يتملق ويمشي يقول لي هما يستفادوا مني، كيفاش يستفاد مني؟ واش يستفاد مني واحد كيما مرباح ولا واحد كيما الكحل عياط؟ انا اللي تقول لي كيفاش ما استفدتش منهم؟ كيفاش ما طلبتش التيران؟ كيفاش ما طلبتش السكنه؟ انا لليوم ما ديتش السكنه في الجزائر وناس يعرفوني. السكنه اللي كسبت في الجزائر شريت مفتاح على معمر على فرح زيان الله يرحمه، كي كنت نخدم في لاري بيبليك شريت مفتاح في لقيت كونستانتين، ومن بعد بدلته مع واحد عطاو له في رغايه، ورحت انا رغايه وراح لقيت كونستانتين، ومن بعد كي رحت لهم البواقي شريت مفتاح وهو الحارس سكران طاهر مازال له حي، كان والي في يوم البواقي قال لي كيفاش تشري المفتاح وانت تجي عندي وما تطلبش من عندي سكنه، على بالك عندي 10%، لا 10% قلت له يا سي الحاج دارها خطرة، قلت له أنا لما إليكتور واحد قاري في العالم يبعث ويحكي الوضع تاعو وتعيطي تقول لي هشام أعطي لي ريكوردوني تاعو نعطي له سكنة، هذاك الشيء اللي يفرحني. أنا قادر نشري مفتاح، شريت مفتاح والدار اللي سكنتها في من البواقي أرضي ورد جدادي وشاري فيها مفتاح، وعمري ما ديت سكنة لا من عند ولاية ولا من عند جهة، ولوتي راها هم مازال يهضروا عليها اليوم في من البواقي. انعم داك شو باش عايش، ها هو الرصيد ديالي، لليوم يحكوا فيها في من البواقي. لما المير تاع من البواقي كان ذاك الوقت زعوش مات، جا عطاني لوتي راه، قال لي هشام نجيب بريزيدون ديتي وشاك 7 ملايين ونص باش تخلص تيرا تاعك، طلبتك انا في تيرا؟ قال لي لا، ما احنا قلنا ولد بلادنا ونعرفوك تاع ما عندكش ما ديتش وكذا، منا قلنا ندورك مع الناس كامل اللي لا. قلت له هذه ما نقبلهاش ودرك نشكي بيك، وكتبت البروكيرور دو لا ريبوبليك، جاني في القايله جايب معاه ولد عمي معاه، يا ولد عمي واش دار؟ هو ابن عمي، ابن عمي، واش درت لك يا ابن عمي شاكي بيا وكذا؟ قلت له علاش تعطيني لوتيرا وانا ما طلبتش؟ الناس راهي تطلب دير لاشين ما تطلبش تندي لي انا، ولو اليوم عمري ما ديت لوتيرا وما بنيت. عينيك القوه ديالي وين راحت السي محمد؟ دوكا صابوا لي جرام، شوف راهم دايرين في حاله ياك، دير له بروسي راهو تيروريس راهو كذا راهو كذا، وكان صابوني ديت جرام هاك، وكان صابوني حقرت نهار واحد، وكان صابوني ديت شي خاطي حقي. انا حقي ما ديتوش. هذا اللي خليني ناس تليفون نعيط لاي واحد. انا نعطيك لما درت مون جورنال سمعت نبعث المحمد سعيد وبالعيد وعمار غول وخالد التومي كوزاره قال لقاء، نطلب معاك لقاء حوار. عمار غول بدا يدير منه ومنه عشاكم يحكي لي واحد معاه قال لي شدوا البول. خالد التومي بعث لي واحد المستشار تاعها صاحبي ودارت معايا الحوار وما شرطوش لانه كادو غلقوا لي بعد الجريده. مهند سعيد بالعيد ما يردش، عاود رديت له اللي ما يردش نعاود نبعث له نقول له راسلتك اليوم الفلاني
وطلبت منك حوار وما جاوبتليش، ونتمنى انه هذا ما يكونش احتقار لشخصي ولا اليوميه التي اديرها. هكذا حطها له يعني كذا باش حقني راني ندور عليه. يهز تليفون شفت كابينتي يقول لي او الوزير طالبك نروح. السلام عليكم. السلام كذا ايه. قلت له كيفاش هذا نطلبك؟ قال لي والله ما شفت الطالب الاول. قلت له كيفاش ما شفتوش؟ قال لي لا اكيد ما شافوهش. وهذا قلت له وشفت كابينتك ما شافوش؟ قال لي ما شافوش. قلت له عيط لي في النومرو اللي حطيته في الرساله الاولى، لانه الرساله الثانيه ما حطيتش النومرو خلاص. قلت له عيط لي دونك شافو عادي يتزعبط بوري يشرب اتاي. قلت له ما تشرب انا اتاي، انا باش ندير حوار معك. هادي كيفاش نخدم وهكذا اللي نفرض الاحترام. نقولوا هشام الاسباب حسب رايك اللي خلاتها نعم بوتياف. دونك كما قلنا يجيبوا دائما واحد مانيبيولابل. نرجع للكلام اللي حنا عيطنا اللي جابوا زروال كي قتلوا علاش؟ قال لي هذا هو لو فيتور ابيلو ارسيو هذا هو. كيفاش؟ قال لي كي تجي الجزائر كنا في التليفون. قال كي تجي نفهمك. قال لي اي ريبون او بروفيل. دونك بوضياف كان عندهم شادلي لا مثقف ولا قاري ولا مسيس ولا والو. يلزم يجيبوا واحد هكذاك بوضياف مسيس. وشنو بوضياف ما يعرفش الجزائر 28 سنه ما دخلهاش. كان عامل المخزن كما راهم يقولوا اليوم. اللي عايش في المغرب عامل المخزن ومن بعد يجيبوا يولي رئيس ومن بعد يوسف قلولي كانوا يقولوا عليه عامل المخزن. يا اخي هكذا ها اللي عايش في المغرب عامين المخزن. هاو جاوا لا رئيس وقاع صفقوا له وكي قتلوا الشعب كامل يبكي عليه. هذا هو عامين المخزن. بوضياف ايام الثوره كان في المغرب. ايت احمد خيدر كريم بالقاسم القياده كامله كانت في المغرب. عملاء المخزن كانوا ويحاربوا في فرنسا. ياك فرنسا كانت تقول عليهم عمال المخزن. اليوم ولاد الحرام اللي عايشين اليوم حاكمين الحكم هما يقول لك جميع من يتكلم مع المغرب عامين المخزن. انا رجل على دونك جي يجيب بوضياف ما يعرف والو في السياسه تاع الجزائر. نهار اللي دخل الرئاسه ورقه ما صابهاش وكأن الجزائر ولدت يومها. ورقه ما كانش. شكون يدير رئيس ديوان؟ يدير راجل خومرتو امير عبد الرحمن. وشني ماضي امير عبد الرحمن في السياسه ولا في سير شؤون البلاد؟ كان عنده اوتيل ريستورون في وهرم. سيب روحو مدير ديوان رئيس دوله. وماذا كان باش يخلوه جاهل الامور؟ حتى الرئاسه فرغوا كلش. فرغوا كلش، لا مستشارين لا والو ريان دي تقال. هو جاب والغلطه تاعو يجيب مستشارين عايشين في فرنسا اللي كانوا معاه في البي ار اس. جابهم وزاره كيف كيف جاب. المهم الراجل ما يعرفش. بعد كي بدا يدور هو ماهوش كي تبون ما خرجش لا خرج التيران. سيد مشى لارجو يشوف انجازات السبعينات تاع بومدين. انجازات السبعينات تقول الجزائر ما كان فيها والو. كي دخل قالوا ما عادش تقولوا لي بومدين ولا كذا. هو ديجا في 78 حل البي ار اس بعد وفاه بومدين. ما شاف الشعب خرج يبكي. شاف الجماهير كاش خرجت في وفاه بوني. حل البي ار اس قال لهم خلاص ما بقاش فيها. انا انسان سياسي ويعرف شنو ولا الاخر ماهوش مغامر ولا لا. السيد المشكله وين بداتو؟ انه حابين يتصرفوا فيه. ناصر ولده مازال له حي. انا ما هضرلكش بالكلام الفارغ باي حاجه. نعطي لك ناصر مازال له حي هو يحكي لي فيها. نهار اللي جا راح له توفيق فتح ملفات خطيره. ها؟ اللي قتلته هالملفات الفساد و لا ما نقدرش نحكموا فيه. ما لحقش ملفات الفساد يا ولدي ما كان لا حب يروح للمغرب. العرس تاع ابنه. العرس تاع ابنه نزار حرايمي ما يلعبوها هو وتوفيق. واحد يزير واحد يرخف. نزار هو من اللي يرخفوا يطلقوا له. قال لا قدامنا والله يا سياده الرئيس قدامنا مليح وخلاه.
يقول توفيق روح له. راح له توفيق في النهار قبل 12، قال له ما تروحش. قال له كيفاش ما نروحش، انا رئيس دولة انت تحكم فيها. قال له لا وكذا وماشي قاضي هادي وترك دا ومن نبدا لي. وبعد عاد يصير عليه توفيق، هاو مازال ناصر حي، هو اللي يحكي لي فيها. ولا كان ناصر يكذب انا ما كنتش حاضر. يحكي لي ناصر قال لي دخل بابا للدار، قال له شكون واش يكون هذا توفيق اللي ما يخلينيش نسافر، واش يكون هذا توفيق اللي ما يخلينيش راح نحضر عرس ولدي. هاك واش يكون؟ ايه ما على باش باللي بوفار اوكولت هذاك. ملهيه السيد سيتي با اوكولت، سيتي ان اوفيسيال، سيتي لو بوفار اوكولت. كانوا محاكمين الحكم في الخفاء كيما اليوم، لانهم جبانه. يجي يحط لي بوضياف في الواجهه ويحب يسيروا بوضياف، ما تقدرش تسيروا بوضياف، ما تقدرش تسيروا الراجل بوليتيك كلات له مخو. سمعت تجي انت تسيروا، يجي نزار توفيق يسيروا. دونك كي ولات ما يقدرش يسيروا، قال هذا il devient ingérable. Ingérable c'est le terme qu'ils ont employé. Il est ingérable. تسمى العرس تاع بنو هي القطرة التي أفاضت الكأس. كشفت باللي ما يقدرش يتحكموا فيه باسكو الراجل يرد. أنت تبون درك يجي يقول له تبون تروح تسكن هنا، كيما تبون مسكينو في كازيرنا فيلا تاع دي ار اس في بن عكنون، معمرة بلي ميكرو، معمرة بلي كاميرا وكذا ومنا، ما يقولش لا تروح تسكن ليه، راح يسكن ليه. تروح لألمان في الألمان، واحد ما يروح يطلع عليه واحد ما يطلع عليه. ما با تليفون، ما با تليفون. كي حاب يتكلم جاز دار تويتر. هاي ليك لا ما كانش ريزيدونس تاع بريزيدون في المغرب. كاينه مي مسكنينو في لاغرون يحبو هما. هما يحكموا فيه سي محمد. هذا لا. تبون ما يقدرش يغانن. نلحقوا ليه هشام، اسكو عندما راح للمغرب رغم ال l'interdiction تاع لي سيرفيس، اسكو تلاقى مع حسن؟ لا تلاقى الحسن ثاني من قبل في العرس ما تلاقى. لا ما تلاقاش، هو راح الاخرين. وشوف شو سوا هو الحسن ثاني درك الاخرين اللي شاف ديتا، هذا اللي شاف ديتا ما كان حتى شي باش تلاقاو. ولكن قبل ما يجي لانه هو كان رفض باش يجي، كان رافض، قال لهم دبروا روسكم بيناتكم. راحوا الحسن الثاني قالوا له اقنعوا. اي نعم اليوم ولاد الحرام يقول لك المخزن وما المخزن. قالوا اقنعوا. الحسن الثاني جاتو على 16 انه رئيس الدولة الجزائرية خرج من المغرب يقنعوا هو باش يكون، و سان كونتريبيوبل ماروكان، سان كونتريبيوبل ماروكان. دونك تلاقى قنعوا، قال يا ولدي باش نعاود نبني المغرب الكبير وهذه اوكي. داير وين زاد دار بوستيشا في 19 مارس دار حفل بوضياف، دار حفل عرض فيه سلك دبلوماسي، لانه بوضياف قال لهم عيد النصر ماهوش 5 جويليا وانما 19 مارس. دار حفل من ضمن الضيوف اللي جاو جا تاع البوليزاريو السفير المغربي مشى عند بوضياف قال له حنا نقدروا جا تاع البوليزاريو. قال له كيفاش؟ قال له جا تاع البوليزاريو. عيط له بوضياف قال شكونك انت؟ قال له مثل البوليزاريو. قال له اش دير هنا؟ قال له اخرج، قال اخرج باش نشوفك هنا. مؤكده هذه القصه؟ مؤكده ماشي تاع اي مصدر؟ شو من مصدر امني، مصدر امني. الجماعه اللي كانوا لي غارد كور تاعو نعرفهم، دونك نزيد نعطيك اسمائهم نباصيهم. اللي يكون الفوق نمد اسمه، اما اللي لتحت ما نمدش اسمه ما نباصيهش. حتى وين كانوا دوك راهم متقاعدين ولا كذا. المهم دونك لا الى سيني سون اغي دمور. ها الى سيني سون اغي دمور لهنا محمد بوضياف. مي بيان سور شهرين وطبقوه 19 مارس 29 جوان هاي ليك.
دونك يخرجوا. وهذه كانت يعني لا، وبالنسبه ليه مشكل الصحراء راح يتحل. ما تجيش تلموذيه تقولوا لا هذا يا خط احمر كما يقولوا بوتفليقه، لا هذا خط احمر بوتفليقه ماذا بيه يحل مشكل الصحراء. داكو، ولكن ما يقدرش. خط احمر، انا هضرت مع سعيد بوتفليقه على الموضوع. كيفاش انتوما زايدين في وجده داركم اني رحت وشتها، لو كان جات في الزيارة معمروها بليطاق وقفت نتصور قدامها، جاوني الشاب قال لي واش دير هنا، هما يحميو فيكم. قال لي صح على بالي. قلت له علاش حارمين الناس هكذا باش يزوروا بعضهم باش دارين في هذيك. كان عز الدين اي جودي كان يدرب في وجده، مات تيماه ربي يرحمها الله يرحمها، باش يروح يحضر الجنازه يلزمو يمشي من وجده حتى للدار البيضاء وما يلحقش، لانه الطياره تروح 12 والخبر جاء 6 تاع الصباح، ولا حرق لا فرونتيير هو ومرته وولادو وصدم وقال لهم تيريو عليا اللي بغيتو. قال انا رايح نحضر اليما هي مريضه. دونك من هنا قلت له، قال لي سي كومبليكي وكذا. هاي ليك تاع دونك بوديام مديش تقول له سي كومبليكي خليها للعسكر. نو جو سوي لو بريزيدون سي مو لو باترون انا اللي نحكم. دونك يدوفيان انجيرابل. وعطيت كل قرائن كيفاش فما في دي جينيرو. وعلى هذيك انايا لمت ناصر بوضياف وين ما يجد على المتابعين يقولوا يا ناصر هذيك راه ما فيها دي جينيرو عندك فيها 20 صفحه ديها البروكيرور ما تشكيش ما بحتى واحد. قولوا برك افتح تحقيق في الكلام هذا، افتح تحقيق في الكلام هذا. عطيت كل القرائن كل واحد وين كان. انت شفتش نهار رئيس دولة يخرج الولاية ولا وزير معاه ويحطوا بجنبه في المنصة رئيس جمعية مدنية، رئيس جمعية الشوامرة حطوا معاه، مدير الأمن ما يحضرش، مدير الأمن الوطني تاع البوليسية، مدير الدارك ما يحضرش، مدير الأمن الداخلي ما يحضرش، مدير المخابرات ما يحضرش، نورمال كامل هذو يروحوا معاه. شكون زيد يعني خلينا من الكل هذه لا. وزير الداخليه من المفروض يرافقوا. انا قلت العربي بالخير كيفاش ما روحتش؟ قال لك هو اللي ما بغاش نمشيو معاه. ما كاش منها، قال انا نحبس الجهور القديمه، بان ما حسبوش الجهور القديمه كنت ديميسيوني، كنت ديميسيوني. قال بالخير اللي امبليكي كان وزير بيان سور. نقول الكابيني نوار، الكابيني نوار. من بعد نزيد نعطيك خويا العزيز، انا نقول لك حطيت 20 صفحه كلها قرائن. انت كيفاش الجريمه صرات في الناحيه العسكريه الخامسه والجاني عسكري اثناء اداء مهامه المفروض وين عاقبوا تريبيونال ميليتير، واش من محكمه عسكريه تاع قسنطينه الناحيه الخامسه، كيفاش بقدرتي قادر تجيب تعقبه في المحكمة تاع سيدي محمد محكمة مدنية وهو عسكري، كيفاش تعدي في المحكمة المدنية بينما في نفس الفترة الحاج بتو اللي هو مدني عقبوه في نفس الفترة يدي لك عباسي مدني وعلي بالحاج والشيوخ تاع الفيس المحكمة العسكرية، في نفس الفترة صالح الصاد اللي ما ارتكب حتى جريمة كان في لي كونديسيون يدوه المحكمة العسكرية. وشنو هذا؟ اون فا بارلي دي كونديسيون دو هشام في الجزء الثالث ان شاء الله. حكاية بوضياف عندك كلش عندي كلش ما نعطيش حكاية تاع قهاوي. سمعت انا صحفي اللي عمري ما بزنس بالمعلومه. هل هشام عبود عنده قرائن كما تقول تخلي بلي هذا لو كابيني نوار اليسي فئه تستعمل العنف تدخل في الجبهه الاسلاميه للانقاذ لتدميرها من الداخل؟ نعطيك جواب بسيط. في محاكمة الشيخ عباسي مدني الله يرحمه والشيخ علي بالحاج وناخر، شكون جابوا معاه؟
جابوا معاه مستشار في وزارة السكن، نسيت اسمه، راح لي اسمه، اللي هو كانوا حاطين له حاطينه يربط مع الشيخ علي بالحاج مع باسي مداني، مانيبولي فيهم، هذا مانيبولي فيهم. ومن بعد يجيب اسماعيل، اسماعيل يقعد مع باسي مداني وكي يطلع يقول له راكم الحكم راه على مرمى من حجر، راهو الى بورتي دما فازي يبوسيو فيهم، اللي بوسي على فوت، ويقول له نوض يا شيخ باش نصلي بينا الظهر ولا نصلي بينا العصر، باش ما يحبسوش الاضراب. ايه دونك كان هو يحرض اسماعيل داير، كان في الوقت اللي الناس تتقتل تذبح، ويروح يسلم يبوس في مدني مزراق. وصور شفت انت من الناس يشافوهم، بزاف الناس شافوهم لما بثوهم في التلفزيون. هاريك باش تعرف انت اليوم عندك جنرالات، جنرالات يا عبد القادر حداد يقول ناصر الجن، ومحمد بالعيد اللي اسمه حسين بالعيد اللي اسمه حسين بولحية، وجنرال حسن، هادو كانوا يقتلوا. هل للجبهة الإسلامية للإنقاذ، هل للجبهة الإسلامية للإنقاذ مسؤولية في العشرية السوداء؟ ريبوندي لي على هذه في الجزء الثالث.